الجميع اليوم راح يكونوا متحولين الى ايادي، وراح نرجع ذكريات الطفولة، لانه هذه الايادي راح تصير تتنافس ضد بعض بلعبة حجرة ورقة مقص، والقاتل بيقدر يغش ويشوف العدو ايش اختار، وراح يكون كمان ميزات جدا كثيرة عند القاتل، واحدة منها بيقدر يختفي وكمان بيقدر ياخذ الاطفر تاع اصبع الكروميت، وبعد فترة هاد الكروميت بيموت، وكمان القاتل بيقدر يختار اي واحد من الكروميت ينزل عليه ايد، وراح يتقاتلوا بين بعض بالاصابع، وانت وحظك في احتمال 50% انك تعيش و50% انه الاصبع ينكسر عليك وتموت. والله يرضى عليكم، لا تنسوا تنزلوا تحت تضغطوا على اللايك وكمان تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الاشعارات لانه هذا الاشي جدا مهم. بسم الله عبرك الله كروميت، ولكن يا جماعة شوف ايش موجود. ايادي اركض يا ايد اركض على الاصابع بركض يا جماعة. هلا والله شركة، هلا 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 والله. شوف شوف، اول اشي انا ماني قاتل، لو قاتل بدبحك هلا، بسك الباب وبدبحك تمام، ولكن حتى لو تقول ماني قاتل ما ينصد. انت اعتبر اسمع اسمع خليني بعيد اتقرب. شوف ها ها، هاي واحد ثالث معنا عشان يضمن حياتك. شوف ايوه الحين سولف. بسم الله. ايوه لا انا اسود بزر. حط ورقه حط ورقه. يلا احمد. ايوه ايوه. اوه لا ابو احمد ابلع. ابو احمد الله يرحم يا جماعه، والله نسيت. حطوا لايك واشتركوا بالقناه الله يسعدكم. واحد الكامات مين بالكام؟ لون احمر هون. ايش صار؟ وين 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 ميت؟ مش بعرفني. اصبر اشوف. لك حلفت انه مو بنتك يا ويلك. ايوه سوي. احمد ايش بدك تختار؟ راح اختار حجر. حجر قاتل اعطس اذا هو كذاب اعطس. وعطس لا لا يزحف يعني كذاب. يا ربي ايش اعمل ايش اعمل؟ اختار حجر. هل هو معلومته صحيحه ولا خاطئه؟ خلينا نتعادل على مود انه صوت على القاتل، شنو رايك؟ ليش حسك مش حجر انت؟ حسك ورقه. خلينا نتعادل اوكي، انا ما اخترت الحد هسه، خلينا نتفق. طيب. ايش نختار؟ انا اخترت مقص. اختار مقص. اوكي انا اختار مقص. اوكي خلاص اوكي. والله ايش سمعت اصبعي 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 اللي انكسر بالاصبع هذاك البت. ما بعرف بس انا باخر ثانيه عملت شو اسمه. الحمد لله. طيب الحمد لله. شوف 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 قاتل بجيح يعمل حشر رقم قص ويذبح شنق واحنا موجودين بالمنطقه وتاكو انقذني قبل ما اموت. يعني مش القاتل لو بدي يعني اموت احتمال معلو كبير. احتمال معلو كبير ما في. اذا عملنا سكيب حنخسر ف 90% معلو. طيب معلو يا عيال يا بعدين معلو دخل بنت قدامي من الغبره يا عيال. والله اني غبي يا عيال ذبحته يا عيال. والله اني ذبحته اعطيت كل. والله انه ما مات هيك عم القهر انت. والله غبنا. ابلع يا معبر تذبح تذبح الشباب بكر لك فلوس. يا رب يا كريم يا رب يا كريم يا رب يا كريم يا رب. ايد ايد. انا قاتل انا جد القاتل. خليني افرجكم ميزاتي. ميزاتي جدا كثير. عندي اربع ضغطات وعندي هذه الضغطه الخامسه. تحركت انه اول ما بدا الجيم شكله اول امبوست. لا ما له دخل ما له دخل ما له دخل. مين 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 مين؟ ما له كمان مره؟ شكله ما له دخل بيت شباب. شو مهام شو مهام شو مهام؟ شوف شباب عادي مع بعض. انا زعم معلو ونختار معلو. ايوه 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 مات يا رب يموت. مات مات مات. تن 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 تن. طيب ما يدخل والله والله لو تتكلم على شكلك مو انا. اسمع طيب مو انا وقف اصبر اتكلم اصبر. ميت دون ميت دون يا ولد. احمد احتاج ابرر. انا مسوي اجتماع. السلام عليكم كيف حالكم؟ كنت انا كنت انا ومعلو بالغرفه. انا قاعد اركب الاسلاك شوي لما معلو يقول احمد انت بوستر ولا عشان اتيم معك. قلت له مو بنا معلو انت بوستر علمني انت تيم. لا لا مو بوستر علي. وانا قاعد اضبط الاسلاك اسمع طع 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 يعني تصفق مع الاصبع. لفيت اول ما مات
شوي اسمع واحد مجنون يقول لا 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 لا، دخل علي صهيب وقفل الباب وراه. صهيب ما يدخل والله العجب، والله لا ولا كلكم عند الباب. طيب هذا اللي صار. طيب انا خليني احكيكم ايش اللي شفته. انا شفت واحد ميت، احمد جنبه تمام، بتكلم مع احمد، جاي اطلع من الغرفه لقيت الباب مسكر بوجهي، يعني احتمال يكون احمد سكر عليك قاعد يذبح البشاف. الشباب اسمائهم صهيب، انت اللي شكك لي فيك يوم دخلت علي داخل تغني كأنك تدري ان في جري هنا. انا ما كنت اصوت عليك، انا كنت احط صوت ونعمل سكيب، هذا كنت اعمله صراحه يعني. اللي عملته لحديت الان ممتاز، ولكن لازم اتكتك وممكن اتيم مع احمد. خليني اشوف احمد. يا رب يا رب يكتب، يا رب يا رب. مين هذا؟ مين؟ ايوه ايوه يا اخي، نفسي نلعب حزن ورقم خاص يا اخي، نفسي اشوف كل واحد بيعمل مهمته. صايب وش صلح التاسك هذا، في مهمه بطاقه ايش؟ وصل بطاقة. يا الله دائما ينزل لي ابو نوح الاسود، دائما ينزل حتى ورقه نفسه. طيب اسمعوني اسمعوني اسمعوني، احمد توثق فيي. انا اتوقع انك يا احمد بتختار ورقه، فعشان كذا انا باخذ حجره. احمد هاي خدعه، خدعه خدعه خدعه، استخدم له مكس يا احمد، خدعه بخدعك. انا ماخذ حجر ترى، علمتك خبرتي بدر، ترى بدر صادق، اخذ حجر اخذ ورقه. انا ما اصدق بالاثنين. شوف شوف، اعطيك نصيحه اعطيك نصيحه، اختار يا حجر يا ورقه يا مقص. اوه صح صادق، هلا ممنوع. طيب انا اشوف انك تختار لاني انا اختاره اختاره بسرعه. ايش سلام يا ابو نور، والله فنان. اسمع اسمع احمد، احمد تعال معي تعال معي، اترك اترك المهمه، اترك تعال تعال تعال. لا ليه ليه، سريع سريع، انا قاتل بعد اذبح كلب ضغط زر واحد تمام، بس تتيم معك واخر الجيم بلعب ضدك حشر ورقم قص. والله ماني غاشش، قول والله ما اشوف تحت على العلامات، والله ما اشوف، انا اختار اول واحد والله العظيم. طيب اسمع، نزلني الان انا وبدر فايت وارسل لي على الواتساب وش حظ. لا 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 لا، شوف من يسار الى يمين بقول لك، واحد اثنين ثلاثة، بس حكيت واحد اختار. تقول لي هو وش خذا، ابيك تقول لي هو وش خذا. اوكي 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 اوكي، اجل قول لي قول لي وش اختار تمام، وش اختار بحكيك الرقم، اذا هو اختار طيب حجر طيب بكون رقم 3. مين عندنا؟ ليش ماشي مع مين؟ الاستاذ فقده، كنا نسولف طبيعي زي اي اصبعين يسولفون. حلو. وين رحنا؟ سمونا رحنا عند غرفه ذيك الادمي الظاهر اسمها اي هادم، اختفى اوتاكو قدامنا قدام عين، اختفى كذا اختفاء. سبحان الله وش صار له. والله شوفوا يا شباب، انا رحت اعمل مانيكير وبديكير دون حل. يلا خلاص، شوف 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 شوف، انا بالنسبه لي صدقته تاكو بعمل سكيب. ها صدقته اعمل بديكير ومانيكير. انا بالنسبه لي مصدق فقدح بس اسوي سكيب. يلا لا يوفقك. شوف ركز معي عشان انت ما تجيب العيد. ايوه الرقم اللي تختار انا بحطه. لا لا لا، انت عشان تحكي له انا فكرت انك انت اخترت حجر، فبحكي لك انا. شوف هو الترتيب اتوقع مقاس ورقه حجر، فواحد اثنين ثلاثة، لما احكي لك ثلاثة معناته هو اختار رقم ثلاثة. فانت اختار هو اختار رقم ثلاثة. يا بسم الله، نجيب احمد ضد ابو نوح. بسم الله. بدر ها انا ضدك بالله. ايه وش بتحط احمد؟ شو بتحط؟ انا بلقمك لو تحط اللي تحط، قاريك صدقني. اتحداك. بدك تتحدى على دولارات يا ابو نوح؟ في فلوس؟ ها في فلوس؟ لا لا طفران يا احمد، ايش دعوه؟ لا لا ليش ليش هيك بتنهد مرتين؟ رقم 2 تنهد مرتين. هيك تعمل مرتين ليش؟ طيب ليش مرتين؟ طيب تعمل هيك. بدر ركز، انا بقراك. حلو، انت انسان يحب المقص دائما يختاره. صح، عشان كذا انا مختار الورقه. ما في امل الا بختار اول وحده، وانت تعرف اني صادق. طيب ركز معي، ابخرطك. هو بيجي اول شيء مقص، بعدين ورق، بعدين حجر، صح؟ اول شيء ورقه، بعدين حجر، بعدين مقص، اخر شيء ثلاث. ليش عندك اصبع واحد ابو نوح؟ طيب بدر قول اس اس. اخترت بوكس والقم يا رب. نايس بوكس. يلا واخترت ورقه. انا يلا انت اخترت ورقه احمد. ايه ايه شوف انت تكون صادق. حلو، فعشان كذا انا بسرع المعلومه، بختار مقص. يلا. ليش اخترت مقص؟ مقص سريع والله ما شاء الله عليك. صادق صبر، دامك اخترت مقص على كلامك معناته انك كذاب، ما اخترت المقص اخترت الورقه. فانا ليش يعني انت كنتك تقص وجه احمد؟ فقدح انت مع مين واقف؟ مع احمد ولا مع ابو نوح؟ والله مع ابو نوح، احمد قبل شيء ما صدق. خلاص روح مع ابو نوح، وتاكل مع مين بدك توقف؟ ابو نوح. طيب انا مع احمد. يلا ابى اتحدى احمد على شيء، بس انت يطلع لك الشاشه قدامك اشياء، فساعدني عشان نستفيد في الحقيقه. خلاص روح مع تيم زين، روح روح. يلا احكي له ايش اختار. اختار اختار احمد. حذر خلاص روح حذر. حذر
لحظة أنا يعني أنا عندي واحد ورقة اثنين بوكس وثلاثة بقص. طيب وش أختار منها؟ أنت كررت إيش بدك تختار يا أبو نوح؟ أنا قاعد أنتظره، أنا كل شوي أختار الأول. طيب. هو مفروض طيب. يختار الأول. أوكي 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 خذيت مقص. يلا خذيت مقص؟ إيه. معناته إنك أخذت الورقة فبتعادل معك وباخذ حجر. أوه ليش اخترت حجر كمان مرة؟ اختار اختار مك... اختار ورقة ورقة يا أحمد اختار ورقة. الله يستر منك صهيب. ها يا رب. إيش إيش؟ يا عمري يا عيال احنا قاعدين نذبح مواطنين، احنا قاعدين نذبح بعض. يلا يلا فقدة حشوف. احمد 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 ساعدني احمد ساعدني احمد ساعدني. ايش اخطر فقدة غبي دائما ياخذ حجره يحسب انه تذبح. يلا خذ ورقه خذ ورقه اخذت ورقه. يلا يلا فقدة. لا تختار زيي يا معفن. بسم الله الرحمن الرحيم خذ ورقه يا رب. اوه ما شاء الله علي عديم. طيب اوه الحين تاكل فاز حلو وتاكل لقمه. لا طيب دامهم ماتوا لقمه بالله خلنا ولا لا تلقمه تشرب لقمه. لا 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 تعال تعال 1 في 1 بيني وبينه. ايوه صهيب بسم الله. صهيب والله ما تغش تراك حلفت. حلفت اختار اول واحد والله والله اختار اول. طيب يلا اختار اول واحد. تبي انت ايش تبي؟ شو بدك تاكل؟ حضره بدر قال لي يا عمي عد لل 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 اخترت. يا رب قال حقره بقره يعني بدا من المقص حقره بقره. قال لي عم لا تعب لا تعب لا معفن 9 10 انا اخذ ورقه انا باخذ مقص بلقم عشرة. الحمد لله يا رب بدك من العكس بدك من عند الورق عشان دور القصه كذاب والله الحين دورك. كم اسفر 10 1 2 3 4 10 100 يلا اخترت. مش ذي الاغنيه دي تبي كذا كلوري كلوري جنبو بمبو واللي بجنبه يطلع برا هذه نصيحه الاخر مره. يا ربي طيب يا رب عشان بابو بياخذ حجره وانا باخذ ورقه وبلقم. لا احتمال ياخذ منك مره ثانيه لمسيه مجنون عشان كذا انا باخذ ورقه مره ثانيه بلقم. يا رب هالمرة بدي افوز. مين زل اصبع باصبع؟ مين زل اصبع باصبع؟ انا اصبع اصبع. الله يسلمك. مين هذا؟ ابو نوح. مين اللي زل؟ ما تفهم قلت له ها؟ ما تفهم؟ خليه يختفي. اي ميوت. اخذ اصبع مين؟ اصبع احمد. من احمد من احمد؟ احمد هات اصبعك. ضرب اجتماع ضرب اجتماع. اي اي ضرب اجتماع. بقدح خد ايوه رجلي رجلي بضرب اجتماع. لا رحمك الله. اه تسمعك تعال جاي وين رايح؟ ما له رايح. ها من ميت من ميت ابو اصبع قبل ما اموت ابو اصبع امسكوا 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 جرام الله يرحمه. كنت اعمل بدكير ومنكير لقيتهم كم واحد مات واحد اثنين يخرب بيت العدو 300 القاتل والله سفاح. شباب شباب تعرف انه احنا ثلاثة بايكين عايشين بس لا ده شلون اعرف. طب شباب بما انه ما في غيرنا ثلاثة القاتل يلعبنا احمد لا احمد 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 خاتل اخترت حجر يا ورع مو اخترت حجر انا وانا اخترت ورقه. ليش ما اخترت عندك انت ما اخترت كذاب انا انت انت القاتل اتاكو خد مقص والله ما اختار والله شو تبعهم سريع عشان افوز يا ابوي ذا براوند واحد انا كلنا يا حبيبي علينا يا عيال. اوكي شباب لو انسيت المقطع لا تنسوا اللايك واشتركوا القناة. كان معكم اخوكم صهيب والشباب اشوفكم بالحلقة الجاي بأمان الله.